السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأعزاء. في هذا الفيديو إن شاء الله هنتكلم عن محضر الحيازة. عند تحرير محضر الحيازة يفضل أن تصطحب معك بصفتك كمحامي أن تصطحب معك الشاكي شخصيا، ثم تطلب بعد تحرير المحضر مباشرة عرض المحضر رفقة الشاكي على النيابة حتى يكون الأمر على وجه السرعة. النقطة الثانية إن وكيل النيابة لما بيلاقي صاحب الشأن جاي ومعاه سيادتك كمحامي وبيعرض الموضوع باستفاضة ووضوح بيشجعه على إنه يدي قرار واضح في شأن إجراءات الحيازة دون تباطؤ. بمعنى لو أن المحضر حرر فقط وراح لوكيل النيابة بالإرادة العادي أو بأي طريقة أخرى، ففي الغالب بيدي إما حفظ أو تحريات المباحث، ده بياخد وقت. لكن أنا يهمني سرعة التعامل مع هذا المحضر، ولا سيما إذا كان هناك اغتصاب للحيازة، فيفضل من حضرتك إنك تطلب عرض المحضر رفقة الشاكي على وكيل النيابة. طيب وكيل النيابة بقى في محاضر الحيازة بيعمل إيه؟ أربع حاجات أساسية لازم يعملهم. أول حاجة إجراء المعاينة على الطبيعة لعين النزاع. يبقى أول حاجة إيه؟ إجراء المعاينة على الطبيعة لعين النزاع. اتنين، تحديد الجيران الفعليين أو الملاصقين. تلاتة، وطبعا عشان أحدد الجيران مفترض هيبقى فيه رسم كوروكي عشان يقول الجار اللي من جهة الشرقية والجار اللي جهة الغربية وهكذا. دي نمرة اتنين. الحاجة التالتة إرفاق تحريات المباحث. النقطة الأخيرة سؤال رجل الإدارة في ضوء هذا الكلام، الجيران هيقولوا فعلا هل فعلا الرجل ده كان قاعد وسلبت حيازاته، أو حد جه اتخانق وزق وضرب ودخل، أو إن هو سابه طواعية وسلم عليه قبل ما يسيب له المكان. الجيران هيحددوا من الحائز ومدته وما تم بشأن الحيازة عن الفترة السابقة. النقطة الثانية هيجي رجل الإدارة هيفيد بتأكيد هذا الكلام أو نفيه أو توضيحه أو تعديله وهكذا. أما تحرير المباحث فتؤكد صحة هذا الكلام من عدمه. بيبقى قدام وكيل النيابة صورة شبه قوية لتحديد فعلا هل تم اغتصاب الحيازة وسلبها ولا لا. طيب وكيل النيابة بعد الكلام ده بيعمل ايه؟ بيكتب مذكرة برأيه ويرفعها للسيد المحامي العام، وبناء على هذا الكلام بيطلع قرار من السيد المحامي العام بايه؟ نمرة واحد اما حفظ المحضر، لان مفيش اذا على ضوء الورق والكلام اللي احنا بنقوله، حفظ المحضر او تمكين الشاكي ومنع تعرض المشكو في حقه اللي هو اغتصب الحيازة ده، او احيانا بيطلع قرار بتمكين الشاكي مع المشكو في حق، احيانا بيبقى القرار كده. فأي مكان القرار سواء كان لصالح موكلك او ضده، فبيبدا هذا اذا كان في صالحه طبعا بتبدا في اجراءات التنفيذ، وبيتم عن طريق اداره تنفيذ الاحكام. بعد كده لو ان لا قدر الله القرار ليس في صالح موكلك رغم انه له الحق في حيازة هذا المكان وأنه قد تم اغتصابه منه، فلك أن تتظلم من قرار الحيازة خلال 15 يوم من تاريخ إعلانك بقرار المحامي العام. التظلم ده بيبقى قدام قاضي الأمور المستعجلة، وهذا التظلم بتشرح فيه وتوضح يعني إيه الأسباب اللي أدت الى ضياع حق موكلك، او ايه النقط اللي اغفلها المحضر، او ايه النقط التي اغفلها القرار اللي صدر، والمحكمة هي التي تفصل في هذا الامر. طيب لو ان القرار قد صدر لصالح موكلك وشرعت في تنفيذه، فهل لو خصمك بقى هو اللي عمل التظلم من القرار اللي صدر لصالحه، هل هذا التظلم يوقف التنفيذ؟ لا، هذا التظلم لا يوقف التنفيذ
وتستطيع أن تنفذ، ويظل التظلم منظورا رغم تنفيذ القرار. وفي الأغلب بتكون التظلمات يعني غير مجدية بالنسبة للي بيلجأ إليها، ولا سيما إذا كان الحق واضحا من خلال الإجراءات اللي احنا قلناها دي كلها، اللي هي الجيران، سؤال الجيران الفعليين، وإرفاق تحريات المباحث، وسؤال رجل الإدارة. فده كله بيأكد حاجة واضحة، الجيران نفسهم، تحريات المباحث، رجل الإدارة أكدوا أن هناك اغتصاب للحيازة وسلب للحيازة. فبيبقى التظلم هنا تحصيل حاصل، ويعني أفلح المشرع عندما لم يجعل هذا التظلم يوقف التنفيذ في مثل هذه القرارات التي يجب أن تتم بقوة وبسرعة لكي يعود الحق إلى أصحابه، سواء كان اغتصاب حيازة أو سلب حيازة، سواء كانت أرض أو محل أو شقة أو عمارة. فهذا من الأمور المهمة جدا، ولا أنصحك أبدا إنك تعمل محضر حيازة قبل أن يأتيك موكلك اللي طالب هذا المحضر بكافة المستندات وكافة التفاصيل عن من الحائز وسنده ومدته وكل ما يتعلق بموضوع المحضر، لأن هذا الكلام بيترتب عليه نتيجة إيجابية جدا لموكلك إن شاء الله، طالما أنك اتبعت الخطوات اللي احنا قلنا عليها، وموفق دائما بإذن الله طالما أنك على طريق الحق وفي نصرة الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.